فعندي سؤال الان، تفضل عبدالله. مثلا يا اخوانا، مثلا الولد يشوف ناس برا معهم حاجات، مثلا خلينا نقول سيكل، إيه؟ ويجي يطلب ابوه سيكل، يخاوش ابوه يقول انقلع ورا ما تشله من ذا السوالف. الولد ثقته في نفسه ثقة. حتى انه ما عاد يقدر يروح يقابل الناس برا، يستحي انه هو ما يقدر يوفر الشيء اللي هو معه. صحيح. في الحاجات التافهه نفس سيكل اللعبه وفرها الولد، عشان تخسره. بس مو اذا مو مطفر، بس اذا انت ما اذا انت يعني ما تبيه يعني يستمر يقعد يلعب على نفس السيكل كل يوم وكل عصر، احد يحدد له وقت معين يصير يلعب فيه، والوقت اذا خلص رجع السيكل. صحيح.